السلام عليكم، كيف الحال؟ أسأل الله أن تكونوا في خير وسلامة. في هذا الفيديو البسيط رح نشرح 10 أسئلة على موقع أغنيكار. خلونا نبدأ. أول سؤال، إذا أنت أول مرة تشاهد الفيديو لا تنسونا من صالح دعائكم ولا تنسى الاشتراك، ويلا بينا. Je m'arrête à hauteur du premier panneau, réponse A. Du second panneau, réponse B. De la ligne, réponse C. هلا هون السؤال بيقول يعني وين وقف؟ طبعا بروميير بانو، طبعا لا دو سيكوند بانو، يعني اللافتة الاخرى، وبيقول دو لا لين. انتبه، هون في عندك ستوب وهون كمان في عندك ستوب، تمام؟ هون بكون في عندك لا لين، لا لين دو ستوب، وهون شايفين هون، شايف هون ستوب وهون ستوب. ما المقصود؟ اذا انت بدك تروح على الضغط فستوب للضغط، وإذا بدك تروح على غوش فبيكون ستوب pour tourner à gauche. فبون ريبونس طبعا دو لين، دو لا لين. انتبه، يعني المقصود من السؤال انتبه ما بتوقف على الإشارات أو اللافتات، توقف على إشارة الأبيض المستقيم. شايف إشارة ستوب هو الخط الأبيض المستقيم. خلنا نروح على السؤال الثاني. انتبهوا، هذا السؤال فيديو. Avant de tourner, je vérifie que le bus ne cache pas un autre usager. Oui, réponse A. Non, réponse B. هلا اكيد عرفتوا السؤال، انه قبل ما الف الى اليمين او لليسار مثلا، اتاكد انه الباص، شايفين الباص لو كاميون او نعم البوس، ما بيخفي خلفه المستخدمين، les usagers, les autres usagers مثلا، أو un autre usager، يعني ما بتلاقي مستخدم مثل مشاة أو بسكليت. فبون ريبونس وي، لازم أول شيء تتأكد قبل ما تلف إلى اليمين أو لليسار إنه ما في حدا. هو بون ريبونس آه. Je suis obligé de tourner à droite, réponse A. À gauche, réponse B. De m'arrêter, oui, réponse C. Non. Réponse D. هلا انتبهوا، مقصود السؤال بيقول je suis obligé، يعني انا مجبور وقف، de tourner عفوا، de tourner à droite، والخيار الاول الف الى اليمين، نعم. طيب الف الى اليسار، لا، شايفين ممنوع تلف الى اليسار، فانت بتروح فقط à droite. الفرع الثاني بيقول de m'arrêter، انت مو obligatoire، دي مو مجبور توقف، لان هون شرط المثلث سي دي لو باساج سي الى دي دوتر زوزاجي، يعني تعطي الاولويه للاخرين اذا كان موجود مستخدمين، اما اذا ما في حدا انت مو مجبور توقف. بون ريبونس نو. فا ا و دي. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'active les feux de détresse. Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا السؤال بيقول يعني تعطي زنبور؟ لا طبعا. بون ريبونس نو، جو كلاكسون. والفرع الثاني بيقول جاكتيف لي فو دو ديتريس، نعم بتشغل اضويه المربع او عفوا الرباعي، يعني مثل ما بنقولوا اضويه الخطر، نعم. فبون ريبونس بي اي سي. Je dois au minimum être assuré par la responsabilité civile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une assurance individuelle accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا انتبهوا، هذا موضوع التأمين. معلومة بسيطة ومهمة، التأمين بيكون مثل ما قلت مهمة، يعني التأمين السيارة obligatoire هو بيكون la responsabilité civile، يعني المسؤولية، مسؤولية على الآخرين مثلا. فطبعا السيفيل بتكون مسؤول على الآخرين، إذا بتساي حادث تضرب سيارة أخرى فأنت فقط، هذا هو الأوبليغاتوار، أنت لازم تساويه. هاي مكتوبة جدوى ومينيموم، يعني أنا إجباري لازم، أقل شيء لازم أنت بيكون في عندك تأمين لا ريسبونسابيلتي سيفيل. الفرع الثاني بيقول أون أسورانس انديفيدويل أكسيدون، لا مو إجباري. انتبه، لأنه المقصود السؤال بيقول، شايفين هذا بيقول جدوى، إذا كان جو بو فأنت كمان
بإمكانك تساوي نعم بس لا. Bonne réponse non. A aider. خلنا نروح على السؤال الرابع أو الخامس عفوا. La ceinture passée sous le bras est autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce réglage est dangereux. Oui, réponse C. Non, réponse D. هلا هون السؤال بيقول يعني الحزام في أسفل تحت الباط أو يعني بإمكاننا نقول تحت الذراع مسموح أوتوريزي؟ لا. سيبا أوتوريزي. Ce réglage est dangereux. الفرع الثاني بيقول هذا العيار أو تعديل الحزام خطر؟ نعم. ليش؟ لأنه بيأثر على الراكب. Bonne réponse B. Essay. Le fait de manger au volant peut nuire à ma vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B. هنا السؤال بيقول انه وانا عم سوق سيارة طبعا وعم باكل هل يؤثر على اليقظة تبعي؟ نعم اكيد. Bonne réponse A. بيؤثر على nuire à ma vigilance. En l'absence d'autres usagers dans les rétroviseurs, je me déporte à gauche. Après avoir mis mon clignotant à gauche, réponse A. Sans mettre de clignotant, réponse B. هلا هون سؤال بيقول انتبهوا يعني بعد الغياب من مستخدمين خلف شايفين في ريتروفيزور طبعا ما في اي مستخدم بيظهر عندي je me déporte à gauche يعني بلف الى اليسير في اي حاله après avoir mis mon clignotant à gauche بعد ما تحط يعني بتشغل الغماز نعم بوس اه اما بيقول بدون ما تحط شغل الغماز او تحط الغماز وتلف على اليسار لا انتبهوا لازم تشغل الغماز في اي حاله تغيير الاتجاه بون ريبونس ا Le mode de transport le plus rapide en ville lors des heures de pointe est le vélo réponse A la voiture réponse B هلا هون السؤال بيقول لو مود دو ترانسبورت اكيد يعني ما بدي ارجع احكي السؤال بس بيقول des heures de pointe شو معناتها يعني ساعات الذروة ساعات الازدحام أي هي الوسيلة الأسرع شيء طبعا الفيلو الخيار هو الفيلو الخيار الثاني voiture أو véhicule لا طبعا البسكليت هو أسرع شيء Lorsque les secours sont déjà présents sur le lieu de l'accident je m'arrête oui réponse A non réponse B je ralentis oui réponse C non réponse D هل هون السؤال الفرع الأول بيقول لما بيكون الطوارئ وصلوا على مكان الحادث أتوقف طبعا لا خلاص ما بقى يلزم تتوقف أما إذا ما في طوارئ فأنت يعني من الواجب وإجباري أن تتوقف تساعد المصابين أما الفرع الثاني بيقول جوالونتي طبعا لازم تخفف السرعة انتبهوا بون ريبونس ب إيسي Pour emprunter la voie la plus à gauche, je roule au minimum à 60 km/h, réponse A, 80 km/h, réponse B, 100 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. هون سؤال بيقول انه مشان يعني اسير على الطريق اليسار اقل شيء لازم سرعتي قديش بتكون 60 80 او 100 او 110 طبعا اقل شيء لازم يكون في عندك السرعه 80 انتبهوا السرعة على اليسار أقل شيء السؤال بيقول مو ماكسيموم je roule au minimum تمام فبون ريبونس 90 كيلومتر/ساعة La profondeur des rainures d'un pneumatique ne doit pas être inférieure à 1,9 mm réponse A 1,6 mm réponse B 2,6 mm réponse C 3 mm réponse D هلا هون السؤال بيقول العمق شايفين العمق الإطارات طبعا الحوافر هون في الإطارات أقل شيء ما بيتجاوز أقل من يعني أقل من 1.5 أو 6 فبون ريبونس طبعا 1.5 مليمتر يعني إذا كان 1.3 مليمتر فبون ريبونس هذا عفوا الدولاب لازم تغيره البون ريبونس 1.6 يعني هدول اكثر شايفين هدول ممتاز هذا ممتاز هذا اقل شيء المستوى اللي عندكم متى ما صار اقل من 1.4 بامكان القول فلازم تغير او طبعا بيكون
ماكسيموم أو أقل شيء عفوا 1.6. Avant de quitter mon véhicule stationné sur terrain plat, je place le levier de vitesse sur R, réponse A, au point mort, réponse B, sur la première vitesse, réponse C. هلا هون السؤال بيقول قبل ما اترك سيارتي على طبعا sur terrain plat. شو معنى terrain plat؟ يعني الارض مستقيمه، يعني لا طلعه ولا نزله. بحط على الاغ يعني الركول ولا بوامور ولا بومير فيتيس خيار الاول. طبعا بوغي بونس بي لانه الارض يعني مستقيمه، يعني ما في لا ميول ولا اي شيء. بوغي بونس بي. هون وصلنا لنهايه الفيديو، نسال الله التوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.